ان شاء الله مولدكم مبارك، ان شاء الله يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية منح بالخيرات والمسرات. جو احتفالي حلو تعدى في مدينتنا هكا، ان شاء الله ديما الجو موجود. انت موزيك جهاد، وراكيد راك حضرت حفله من الحفلات وعجبتك حفله من الحفلات. والله صدقني سندس ما حضرتش حتى حفله. خليهم يحضروا. لا مش نقول لك علاش، نقول لك علاش ما حضرتش حتى حفله، لاني انا نسكن في قلب الحدث. معناها العروض الا كان فما في الفسقيه راني نسمع فيه في الدار. صحيح، ونتفرج في الديريكت. ولا كان فما في ولاد فرحان، خاطر انا نسكن ورا النزل اللي موجود غادي في المكان باش ما نسميوش. صحيح. دونك معناها لا 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 في الدار مرتاح. في الدار، ولكن شنو نعمل؟ ساعات يجيو زوز عروض مع بعضهم. مرة نمشي للبيت نتاع النوم نسمع الشيء اللي جاي من ولاد فرحان، مرة نمشي للفيراندا نسمع الشيء اللي جاي من فسقية. ما شاء الله، ان شاء الله ديما بلادنا حافلة، ان شاء الله ديما تتعدى سلامات. هذاك اهم حاجة. لا صحيح، العروض تختلف والاذواق تختلف، وان شاء الله فايدة في سلامة الناس اللي يجيو بحذانا. ايضا الفريق التقني اللي رافقنا الليلة في هذه الفسحة هما محمد سيف الدين بالعرس في الديجيتال، وايضا ايمن ليكا. مساء الخير خويا ايمن في الاخراج. كما تعودتوا تنجموا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، وكما تنجموا تتابعوا مختلف الفقرات ايضا، مقامات ومقامات هو ظالة محب الفن الجميل الراقي. هاو باش ناخذوا الاكسري الاولاني ونستمتعوا باحلى موسيقى اللي هي في ذاكره روح كل انسان يعرف قيمته.